كاثوليكية في أربيل. توسعاتها الجديدة بناية الهندسة المدنية تحت التشييد، مبدأ مختبرات الهندسة المدنية، بناية العمادة خلف برج الماي الأول. عندنا هنا الملاعب والمسار الوسطي اللي ينتهي بالمسرح الصيفي يلتف حوله ويرجع مرة ثانية يكمل إلى نهاية الموقع اللي هو اكستنشن مستقبلي. البناية هذه كافتيريا الطلاب، بناية هناك عندنا تحليلات المرضية وكلية العلوم، قسم المعماري، أقسام أخرى كلها تجمعت حول كورتياردات اثنين. واحد يشتغل عندنا ملاعب، والثاني ساحة خضراء كبيرة وحدائق. عندنا حزامين خضراء تفصل ما بين منطقة اللي نسميها الترفيهية اللي تشمل المكتبة اللي هي حالها تحت السيرفي، خلينا نقول كات أنفل، والكافيتيريا عندنا حزام أخضر مستمر إلى حد الصف. كافيتيريا يفصل ما بين هالمنسوب اللي هو أعلى من منسوب الكورتيارد الأوسط اللي تحيط به بنايات الجامعة. برج الماي الثاني اللي بعدين هنصب عليه الايكون او اللوجو مال الجامعة، زائدا ساعة وسطية، ومستمرين بالعمل بالفيس 2 اللي هو يشمل ابنية اكاديمية مختلفة. حدائق كلش محاط اهتمام الادارة، ونحاول انه نعطيها خصوصية بهالاسلوب هذا، يعني نفتح على لاندسكيب جميل، توزيع البنايات بخطوط افقية، وتترابط البنايات كلها بالطابقين الارضي والعلوي، ونحاول نوفر اقصى ما يمكن من المسقفات بالتظليل، لانه يعني اجواءنا حارة حتى نخفف من سطوة التكييف والاعتماد على البيئة المكيفة الداخلية.